استضاف مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وقد اختتم المؤتمر أعماله بعد مناقشات مكثفة بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تبادلوا خلالها الرؤى والخبرات حول السبل المثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية. وعلى هامش المؤتمر قام الأمناء العموم للبرلمانات العربية بجولة تفقدية لمجلس الشيوخ المصري، حيث اصطحب المستشار محمود عثمان الأمين العام لمجلس الشيوخ الأمناء العامين للبرلمانات العربية بجولة داخل مجلس الشيوخ. بدأنا اليوم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثاني. كانت عندنا في اليوم الثاني ورشة باختصاص جمعية الأمناء العامين، وطرحنا كل رؤى كل الدول العربية تقريبا، تحدثت كل أمين، تحدث أمين عام، تحدث عن ما يدور عن اختصاصاتهم في دولهم، وقدموا لنا أيضا ورقة بجميع ما يرونه من اختصاصات، يعني إضافة على ما يتم بالعمل لديهم. اختصاصات الأمين العام هو اللي بينفذ رؤية المجلس بما يتمثل فيه من رئيس المجلس وهيئة المكتب، واللي بيرسموا السياسة العامة ليه هو اللي بينفذه من خلال القطاعات المختلفة في الأمانة العامة. والحقيقة اللي هو يعني بالنسبة لنا في دور المجلس النواب المصري، الكفاءة والدقة في أداء العمل لجميع القطاعات الإدارية اللي في الآخر بتنصب في مصلحة أداء المجلس لدوره وتحقيق الدور المنوط فيه، سواء من الناحية في الدور التشريعي والدور الرقابي للمجلس. أخذنا جولة تفقدية في قاعة الدستور باعتبارها القاعة التي انعقدت فيها لجنة إعداد دستور سنة 1923، ثم القاعة الرئيسية، وشرحنا لهم أنها أنشأت سنة 1866 ولا زالت إلى الآن تحمل عبق التاريخ، باعتبار أن مصر أولى الدول العربية التي أنشأت غرفة برلمانية. أول لبنة للبرلمان كانت سنة 1824 أنشئ المجلس العالي، ثم 1866 مجلس شورى القوانين، ومن بعده شورى القوانين والنواب، ثم دستور سنة 1923 أنشأ مجلس النواب ومجلس الشيوخ.